أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كومنت لهذا اليوم. حلقتنا بيها كثير من التفاصيل والأخبار، رح نتداولها بشكل تسلسلي بالأحداث اللي صايرة بالعراق، وحتى ممكن ناخذ عربي محلي، ممكن ناخذ عالمي همينة. فكل الأخبار رح نتداولها من حيث تعليقاتها وتفاصيل اللي ترافقها رح نحكي بيها اليوم. المهم رح نبدي بأول خبر. طبعا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشور لعارضة أزياء لبنانية عبرت عن صدمتها بسهولة إجراءات دخولها إلى كردستان العراق. هنا راح نحكي بهذا الموضوع بشكل مفصل. أول مرة خلينا نشوف عارضة الأزياء صورتها. شفنا صورتهم وشفنا الستوري مالتها اللي نشرتها اللي هنا. حلو الكلام، راح احكي لكم شنو اللي صار ويا هاي العارضه اللي شفناها. طبعا صعوبه دخول العراقيين نشرت الى سهوله دخولها لكردستان العراق وصعوبه دخول العراقيين. المهم هي حكت باللبناني نص، راح اقرا لكم اياه وراح اتحول لبنانيه. ما عم بفهم كيف انا لبنانيه ودخلت على جوازي بدقيقه واحده لاربيل وللعراقيين اصحابي معي، صار لهم ساعة عم يعملوا إجراءات الدخول. هنا انقلبت لبنانية، راح أرجع للعراقي ونحكي شنو اللي صار. طبعا ووضعت في نهاية منشورها علامة استفهام مع إيموجي أو سمايل ضاحك للتعبير عن سخريتها بخصوص هذا الموضوع. فعلا الموضوع مضحك ومبكي من باب شر البلية ما يضحك. خلال دقيقة تدخل وبكل سهولة بلا أي معوقات ولا عراقيل، وهي تعتبر أجنبية أو من جنسية عربية مو عراقية، يعني لا تحمل جواز عراقي ولا جنسية عراقية. بالوقت نفسه طوابير العراقيين بالسيطرات ممتلئة بأبناء الشعب، ولازم كفيل وتحقيق ومنين جاي ومنين رايح وادخل حاسبة وهواية تفاصيل أو عراقية خليني أسميها. طبعاً أبد ما حلو اللي صاير، والتمييز اللي واضح من البوست مالتها ومن كلامها ومن انتقادها لدخولها وطريقة دخولها. طبعا ما حصل لهذا الموديل يحصل يوميا بالنسبة للقادمين من خارج العراق، يتم تسهيل الإجراءات لهم بكل امتنان عكس ما يحصل للعراقيين والتي تعتبر كردستان إقليم تابع لدولتهم وأرضهم. طبعا لاقى هذا الخبر او هذا الموضوع ردود افعال صاخبه وناقمه. خلونا نشوف جزء من ردود الافعال العراقيه لهذا الموضوع، خلونا نشوف. فكانت اولى التعليقات بالفيسبوك، بما انه احنا دا نتحدث على بوست، كل العراقيين يقفون اذلاء عند المدخل خاصه ايام المناسبات. صح بالضبط، احنا نشوف بالاعياد والمناسبات العراقيين يتجهون لاقليم كردستان او اقليم التابع للعراق ويقفون طوابير طويله حتى يحصلون على ختم او دخول لكردستان. المهم نشوف تعليق ثاني. اي والله انا وزوجي مو عراقي، من نروح بسياره هيك يسوون بس يختمون جواز الأجنبي والعراقي يظل يكمل الإجراءات كوما، خصوصا إذا ازدحام. هذا اللي دا نحكي به إحنا وهاي المعاناة اللي دا تصير للعراقيين. المهم أخذنا جزء من التعليقات لهذا الموضوع، رح ننتقل لموضوع آخر. العراقيون والعرب يوجهون رسالة إلى اتحاد الإمارات عبر تويتر. هذه القصة مهمة لكل مشجعي الرياضة ولكل جماهير الرياضة، رح نتكلم بهذا الموضوع خليني أقول بحرقة قلب، لأن هذا الموضوع وجعنا، وجع العراقيين والمشجعين للرياضة. تصدر هاشتاغ الإمارات إخوة مواقف ترند العراق كأكثر المواضيع تداول وانتشار بين العراقيين، مثل ما نشوف هذا الهاشتاغ بالشاشة، الإمارات الإخوة مواقف. الهاشتاغ عبارة عن رسالة وجهها العراقيون إلى الإمارات والاتحاد الإماراتي لكرة القدم
على وجه الخصوص بعد القرار الظالم للاتحادين الآسيوي والدولي بنقل مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الإماراتي خارج العراق، وكان من المقرر إقامتها على ملاعب العراق بعد قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية الذي استمر لعقود. طبعا خبر نقل المباراة صدم العراقيين وتفاجؤوا من هذا القرار الذي وصفوه بالسياسي والظالم وغير مسؤول. الهاشتاغ كان رسالة للإماراتيين بأن الأخوة مواقف، وكل موقف يتخذوه بحق العراقيين سواء كان سلبي أو إيجابي سيبقى معلقا بالذاكرة العراقيين ولن يمحوها الزمان. نأخذ جزء من التغريدات لهذا الموضوع أو لهذا الهاشتاغ، خلونا نشوف شباب. فكانت أولى التغريدات، بما أنه إحنا نتكلم على تويتر، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلاعب مجدداً بمشاعر العراقيين ويقرر حرمان المنتخب العراقي من استضافة الإمارات على أرضه، ويستمر الحظر لمدة 3 عقود، ونستمر في التنديد به والمطالبة بحق المنتخب العراقي في اللعب على أراضيه. هذا كان أول تغريدة، وهذه كانت أول تغريدة. نشوف تغريدة أخرى. يلا يا مخرجنا طلع لنا التغريدة الثانية. من حق منتخب العراق الشقيق أن يلعب على أرضه وبين جمهوره الكبير أو جماهيره الكبيرة، فالجمهور العراقي ذواق وعاشق لكرة القدم. هذا اللي دا نتكلم به، أنه الجمهور الرياضي عاشق لكرة القدم، وللأسف تم حرمانا من المباراة، ومباراة مهمة مع نظيره الإماراتي. المهم رح نتداول خبر آخر. تناولت رواد التواصل الاجتماعي في العراق موضوع أزمة البنزين الذي شهدته محافظتي الموصل وكركوك. المعلقون تساءلوا عن أسباب افتعال هذه الأزمات، اليوم أزمة البنزين وقبلها كانت أزمة الزيت، وباكر الله يدري أزمة شنو راح تصير. المعلقون وصفوا هذه الأزمات بأنها مفتعلة من قبل الحكومة، وقالوا أن الغاية منها هو إلهاء الشعب العراقي لتتصدر هذه الأزمات للرأي العام العراقي لتمرير مشاريع سياسية وللتغطية على مشاريع فساد كبيرة في العراق. هذا كان الموضوع، وهسه رح ناخذ تعليقات. يلا. فكانت أولى التعليقات في الفيسبوك: أفضل طريقة لإلهاء الشعب وشل تفكيرهم والابتعاد عن ما يحصل من مآسي وهتك كرامة الشعب. طبعا المعلقون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الموضوع عراقيين، وكانت تعليقاتهم: ليش اللي دا يصير بينا، أو ليش هاي الأزمات اللي دا تصير بالشعب العراقي. نشوف تعليق آخر. طبعا أحيانا كثرة الأزمات هو دليل فشل الإدارة، ولو الحكومة ما يحتاج دليل على فشلها. الشعب العراقي دا يقول أنه فشل حكومي وفشل إدارة. المهم وفقا لإحدى المواقع المهمة، وخلينا نقول أنه المعترف بها، قالت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة أن فنلندا تربعت على صدارة الدول الأكثر سعادة في العالم للعام 5 على التوالي، والدنمارك احتفظت بالمركز الثاني، وتجاوزت إسلندا سويسرا لتحتل المركز الثالث، فيما حصلت هولندا على المركز الخامس حسب ما جاء في تقرير السعادة العالمي لسنة 2022. طيب أنه رجع لي المخرج راح أحكي بالنسبة للعراق شنو كان وضعه من هذا التصنيف. أما العراق سودة علي فكان خارج التصنيف كله. حق العراق يكون خارج التصنيف على هذا وضعنا المزري. لو كان عندنا سياسيين وحكومة مثل الموجودين بفنلندا كان صرنا من الدول السعيدة. كل الإمكانيات المادية تتوفر لدى العراق، لكن للأسف لم يحظى العراق بقادة حقيقيين يجعلوه في مصاف الدول المتقدمة. عموماً خلونا ناخذ جزء من التعليقات.
فكانت أولى التعليقات بالفيسبوك عن هذا الموضوع. الحمد لله العراق أحسن وأجمل وأسعد بوجود الناس الطيبة، مو التقييم رح يزيدنا شيء ولا ينقص شيء، المهم الطيبة اللي موجودة بالعراقيين. هذا كلام نصبر به نفسنا، هذا تصنيف عالمي احنا ما موجودين به وخارج هذا التصنيف كله، ما يصير مو بهالطريقة هاي. نمر بأزمات كثيرة احنا بالعراق، والعراق موجوع والشعب العراقي موجوع للأسف. شوف تعليق آخر. الحمد لله العراق أجمل وأسعد ناس بقلبه أو بقيلة الطيب، شنو هاي مخرجنا؟ بقلبه الطيب وكرامة والقناعة والغيرة، مثل ما قلت هاي الكلمات احنا نصبر بها نفسنا لأن احنا ما موجودين بالتصنيف كل. المهم ننتقل لخبر آخر. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجماهير العراقية الرياضية في ملعب المدينة وهي تصدح بغداد تبقى آمنة، في رسالة إلى المنتخبات في العالم والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم. خلونا نشوف الفيديو ومن بعدها أكيد لنا تعليق. ما شفنا هذه كانت أصوات الجمهور الرياضي أنه الأمن موجود ببغداد وماكو داعي يبقى الحظر على الملاعب العراقية. طبعا الملاعب العراقية قادرة على إقامة المباريات الرياضية فيها وتتوفر فيها كل الأجواء المناسبة، ومن الظلم والإجحاف بقاء العراق للعب خارج أراضيه. لعل هذه الأصوات تجد أذانا صاغية وأن يكف الاتحادين الآسيوي والدولي عن محاربة العراق وجمهوره الرياضي التي تتشوق لمشاهدة منتخبنا الوطني وهو يلعب في أرضه وبين جمهوره. خلونا نشوف جزء من التعليقات. فكانت أولى التعليقات لهذا الموضوع. الله يكون بعون العراق، العراق الذي يحمي أكثر من 20 مليون زائر سنوياً أكيد قادر وبكل سهولة أن يحمي مجريات مباراة كرة القدم، لكن إخوة يوسف لا تزال تريد يوسف لا يرى النور. هذا كان أول تعليق لهذا الموضوع، نشوف تعليق آخر وبعدها يكون لنا تعليق. حقهم الإمارات ما يلعبون بالعراق، المدرج مرعب. لا ماكو شيء مرعب، بغداد جميلة وبغداد تستحق أن تستضيف المنتخب الوطني، والمنتخب الوطني يلعب على أرض وطنه، وإحنا اللي إحنا نشجع منتخبنا الوطني بمبارياته التي ستقيم بالعراق إن شاء الله، ويرفع الحظر على العراق ونستضيف كل المنتخبات البقية. المهم هذا كان ختام برنامجنا لهذا اليوم، ألتقيكم أنا غدا بحلقة جديدة من برنامج كومنت. في أمان الله.